إذن يلي عم نشوفهم كنا هن من مشاهد امبارح، حيث أضاءت بلدية جبال ولجنة تجار جبال زينة الميلاد وعلى رأسهم هيدي الشجرة. هالزينة يلي كان صار لهم من سنة الماضي بدءا من شهر كانون الأول العمل والتحضيرات لها. إذن زينة بدراسة نموذجية خلت مدينة جبال عام 2015 و16 تضاهي بجمالها زينة عواصم العالم. إذن طلت جبال بحل جديد مبارح وبشجرة صممت خصيصا لتعكس الصورة المثالية للبنان. ما اقتصرت زينة هالسنة على جمالية المنظر فحسب، بل تعديها لتلامس الشق الإنساني أيضا، وذلك رغبة من بلدية جبال بإدخال روح العيد المحبة إلى قلوب الكل. وأعلن رئيس بلدية جبال زياد الحواط يوم الافتتاح مبارح عن مبادرة إنسانية حديثة من نوعها تقضي بجمع التبرعات اللي رح بيعود ريعها إلى 4 جمعيات تعنى بالأعمال الخيرية. إذا المشاهد يلي عم نشوفهم مبارح ضمن الافتتاح يلي صار ابتداء من الساعة 6 واللي أيضا جمع فنانين نقلوا الأجواء الموسيقية بأغاني ميلادية حلوة منسمع. ومثل ما ذكرنا اليوم فإذا فينا نرسل رسالة على 1109، كل مرة بنبعث رسالة على هيدا الرقم شجرة الميلاد بجبال بتضوي وبتصدر الموسيقى، ومنكون بهالطريقة عم نساعد الجمعيات الخيرية. وأكيد إضاءة هالشجرة بيجي مع تزامن إعلان جبال عاصمة السياحة العربية لعام 2016، فإذا جبال عم تكون فعلا محط الأنظار مش بس بلبنان ولكن إقليميا. إذا تحت شعار ليكن نور أطلقت مدينة جبال بيبلوس عاصمة السياحة العربية للعام 2016 بالشارع الرومان امبارح ابتداء من الساعة 6 بعد الظهر زينة الميلاد الجديدة، من بعد ما تم اختيار شجرة الميلاد عام 2015 كوحدة من أجمل أشجار الميلاد في العالم. جبال يلي نالت ألقاب عالمية ما زالت تصر على نقل الصورة الحضارية للبنان رغم تخبط العالم والمنطقة بالمقاسي. أجواء جدا حلوة كانت مبارح بالشارع الروماني بمدينة جبال، عدد كتير كبير من الناس كانوا حاضرين ليشهدوا على إطلاق زينة جبال للعام 2015-2016 بأجواء ميلادية موسيقية حلوة. إذا الكل مدعو أنه تزوروا جبال كما تزوروا باقي أيضا المناطق يلي تباعا رح بتبلش بإضاءة زينتها. وكل اللبنانيين اولا وكل العالم من البلاد العربيه ومن كل البلاد مدعوين انه يزوروا لبنان، لبنان يلي بيشهد كل مره على وحده من اجمل الزينه يلي بتشهدها عواصم العالم. نحن من خلال برنامج اخبار صباح بنوجه تحيه لرئيس بلديه جبال زياد حواطي اللي عم بيشتغل من دون توقف بكل المناسبات وعلى مدار ايام السنه عم بيعمل كل جهده لتحسين الوضع بجبال من كل النواحي. نحن رح نتابع حلقتنا، وضمن الاحتفالات والنشاطات اللي رافقت عيد الاستقلال كانت مبادرة من جامعة الهندسة بالحدث يلي شهدت على دورة شطرنج تبارزوا من خلال الطلاب بمناسبة عيد الاستقلال. التفاصيل كلها عن هالدورة الاستثنائية من تبع سوا بهالتقرير.
بعرف هذه شو بسموها الضمه، خصمين ضد بعض، وفي ملك وفي حصان في قلعه وحجار. انه بتزعل يعني، بس تخسر بدك تزعل. هذيك السنه شاركت فيها وخسرت 3 مرات وسحبت اخر وحده. في بعرف حصان، في قلعه، في الملك، في الكوين، هو اكثر شيء بعرفه. كش ملك هي الكلمة الأكثر شهرة بلعبة الشطرنج، هاللعبة اللي بتتطلب تركيز وساعات طويلة وخطط مدروسة، وبتعتبر مقياس لنسبة الذكاء عند كتار من الناس. كلية الهندسة بالجامعة اللبنانية الفرع الأول نظمت الدورة السنوية بالشطرنج لمناسبة عيد الاستقلال. بدأنا برياضة نوعا ما الاندور الشتوية من الشطرنج، وهيدي بداية من 16 إيفنت عملينها بالرزنامة الرياضية على مدار كل الموسم عدا الدورات الداخلية بكل كلية. فنحن اخترنا كلية الهندسة كموقع، بس هو المشتركين من كل الكليات بهذا النشاط، وهذا بفيد كل الطلاب وخاصة لما بتشتغل الشطرنج لأنه بتشغل له عقلهم وأكثر من غيرها. هي يعني لعبة معروفة يعني كتير فيها ليفل عالي من الذكاء وهيدا الشغل، ومش غلط الإنسان يتعلمها، بالعكس أحسن يتعلم هيك لعبة، تعلم الرواق والتركيز وكل هالقصص. يعني هو بصراحة أنا ما بعرف شي عن اللعبة، بس استغلينا الفرصة أنه في المسابقة عنا بالجامعة لحتى بس نتعلم شو القواعد وشو المبادئ للعبة. لازم نبلش نحنا بالبون قدام الكينج، ليش؟ تنقعد بالسنتر وتنفتح طريق للقطعة تتحرك، القطعة الأساسية تتحرك. بعدين بلش ديفلوبمنت، في عنا النايت اللي هو الحصان، بعدين بنلعب البيشوب اللي هو فيل بالعربي، بعدين الحصان الثاني، بعدين نفتح طريق للبيشوب الثاني تيتحرك. عشر حجر، 8 جنود وقلعتين، حصانين وفيلين، وزير أو ملكي وملك وبيسموه الشاه. الحجار انصفت على الرقعة وبلش وقت الجد. الخطط الهجومية رسمت، تركيز ضروري وكش ملك. أكيد أكيد في خطة بيكون رسمها براسه حسب الموقف اللي بيوصل له، وطبعا الخطة عرضة للتغيير حسب اللاعب الخصم، لأنه أكيد يعني هي الشطرنج بيلعبوها مثل الحب، بيلعبوا شخصين، ما في واحد يلعب شطرنج لحاله، فالخطه دائما بتعتمد على نقلات الخصم. مثلا بجيب هيدي لهون هيك، مثلا بدي اعمل لها كش ملك، هاي كش ملك هيك، وتشيك ميت بس يهجم على الملك وما في يتحرك معك. هيدا هالكش ميت، واذا بتربح بس يعمل كش ميت يعني بيربح اللي عمل هذا بياخذ نقطه. هي الحلو بالشطرنج انه على وقت معين، يمكن اوقات الواحد يكون يلعب لعبه موف احسن من الثانيه، بس شوف قد ايه اخذ وقت معه ليلاقي هالموف. هي بالنهايه تحليل كالكوليشن لموف، بدك تعملها باسرع وقت ممكن، عشان كمان اذا بتخسر بتخلص وقتك، بيخلص وقتك حتى والثاني ربحان البوزيشن تبعه انت بتخسر. التشيس عنا بلبنان لعبه مهدور حقها شوي، خاصه اعلاميا وخاصه بالمدارس، فانه انا برايي لازم يزيد الاهتمام فيها خاصه بالمدارس لحتى يبلشوا انه من الاجيال الصغيره، لانه منا لعبه منا رياضه اقل اهميه من حيلا رياضه تانية. منتابع حلقتنا، وضمن الأعمال المسرحية اللي عم نشهدها محطة مع لماذا، هالعمل الجديد من توقيع المخرجة لينا خوري. لماذا مسرحية اجتماعية سياسية ساخرة، كتبها عصام محفوظ سنة 1971، لتعود اليوم المخرجة لينا خوري وتعيد أحيائها النص على خشبة مسرح جامعة الـLAU. تقرير. برا
رؤية إخراجية جديدة ومبتكرة مقتبسة من الواقع اللبناني مسرحية لماذا اللي كتبها عصام محفوظ وما انعرضت أبدا بعد افتتاحها وعرضها سنة 71 لتختار المخرجة لينا خوري اليوم عرضها لتسلط الضوء مجددا على حالة الغيبوبة والتقبل والتفرج للشعب اللبناني والشعوب العربية والنتيجة ما تغير شيء من 71 لليوم فثوراتنا ما زالت ثورات أفراد ومش ثورات شعوب. بخدم كل شيء كان عم بيصير بالحراك وبقصة الزبالة وبقصة الناس قاعدة عم فرج على التيفي كتير انزعجت وكتير حسيت انه لازم اعمل شيء انا كمان عبر عن موقفي ورأيي ورجعت قريت كل المسرحيات محفوظ ولقيت لماذا الثيم الأساسي تبعه هو النضال الفردي مش لأنه للحكومات وللأحزاب ما حدا عامل شيء للقضايا الأساسية هو محفوظ القضية اللي مركز عليها هي القضية الفلسطينية. الآن قل لي لماذا حرقت من فلسطين وتركت ابنك يقتل السناتور العظيم؟ الحلو فيها انه من مكتوب من 44 سنه هي وبعدها بتنطبق اكزاكتلي هلا وسبشلي باللي هلا عم بيصير اللي هو الشعب قاعد عرفتي ومش بس الشعب قاعد بيوقف ضد اللي عم بيجرب يعمل شيء واللي عم بيجرب بيعمل شيء بيطلع هو بالاخير الضحيه. لينا عملت لها رؤيه جديده معالجه جديده وعملت اقتباس من النص شوي مقللته بس كيف معالجته بيرفكت يعني كتير حبيت الجو كتير حبيت كيف ردتنا لمواضيع اللي كانت بهداك الوقت وعملته اسقاط بهذا الوقت. هذا الكلب ابن الكلب احمد اسماعيل شو بده علينا احمد اسماعيل منص المقصود كان ياخده وقعد بيته صحيح هذا بس لو احنا ايش هالمسرحية الاجتماعية السياسية الساخرة أرادت منا المخرجة الإضاءة على كتاب ومخرجين لبنانيين وخلق خلطة جديدة بين ممثلين محترفين وطلاب هاوين من جامعة الأيو لتغني تجربة الطلاب وتعيد مجد الجو الأكاديمي. مين هذه؟ هاي رفيق حياتي عندك مين عايز تصلي معه؟ حبيت كتير كيف لينا المخرجة اشتغلت على تنظيم النص وإعادة تركيبه مع الممثلين وحبيت الرؤية الإخراجية كتير. لينا يعني من أهم المخرجين اللي أنا اشتغلت معه اشتغل ستيب باي ستيب تأخر شيء تطلع الكومبينيشن كتير قوية. هي لينا صراحة بتقدر تقود أشخاص بطريقتها بهداوتها وبفهمها للنص وبفهمها لهي شو بدها توصل. كنت كتير محمسة وكتير مبسوطة وتستفيد كتير من العالم محترفين أكيد بيعملوا شوية ضغط بتحس أنت أنه you need to give more بس كتير لذيذ الشغل. شغلين مع بعض أيام الجامعة كتير بالزمانات ومبسوط بوجود بعض الشباب من أيامنا نحن يعني طارق تميم وسامي حمدان من شباب كمان من أيامنا ما كنا بالجامعة يعني كيف ما برميت it's like a thrilling experience انه نرجع على الجولبين كان بالذات بحبه كتير الجولبين كان